ولنقاش ملف الذكرى الثانية لثورة تشرين والتظاهرات الواسعة التي شهدتها محافظات بغداد وذي قار وباقي المحافظات لرفع وتكرار المطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط كاظم ماجد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم وبمتابعيكم الأعزاء. ماذا يعني هذا اليوم للمتظاهرين ودلالات خروج التظاهرات بهذا الشكل في بغداد والناصرية تحديدا؟ نعم، أولا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وإن شاء الله الفرج القريب للمغيبين والمعتقلين على يد القوات القمعية التابعة للحكومة والميليشيات. طبعا احنا اليوم نزلنا الى ساحات التظاهر احياء لانطلاقه تشرين في عام 2019 الذكرى الثانيه، حيث توافد هذا اليوم الالاف من المتظاهرين وقدوم موجات بل سيول بشريه كبيره من الاقضيه والنواحي والقصبات ومن المحافظه، بحيث اصبحت ساحه الحبوبي لا تستوعب الاعداد الكبيره من المتظاهرين، والجميع يهتفون بأن تشرين مستمرة ولن تؤثر عليها تلك الحركات والأحزاب التي انبثقت باسم تشرين وهي في الحقيقة لا تمثل تشرين بل تمثل نفسها، هذه الأحزاب المتسلقة على أكتاف الشهداء والجرحى لا يمكن لها أن تمثل أبناء تشرين، بل ما خرج اليوم به أبناء تشرين من أعداد كبيرة يؤكد بأن الثورة لن تتوقف، وأن المطالب التي رفعت في ساحة الحبوبي هذا اليوم تؤكد بأننا قد خرجنا من أجل إسقاط منظومة سياسية فاسدة وليس للمشاركة فيها، وكانت لنا مطالب حينما طالبنا بإجراء انتخابات مبكرة، كانت مطالبنا أولا مفوضية مستقلة وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة وإقرار عفوا تفعيل قانون الأحزاب ومعرفة أو مصادر تمويلها، كل هذه لم تتحقق، بل كانت هناك حلول ترقيعية هي إدراج تشرين في العملية السياسية وينتهي الأمر وتنتهي الساحة، وكان هذا هو ظن الحكومة طبعا والأحزاب والميليشيات هي الآن ذاتها التي كانت تسمينا بالجوكرية وأبناء السفارات هي الآن تقوم بإحراق الإطارات وإغلاق الطرق. بالحديث عن المطالب أستاذ كاظم، تحدثت عن المطالب التي رفعها ثوار تشرين، وبتزامن مع خروج هذه التظاهرات، إلى أي مدى أثبت الحل الأمني وخيار قمع التظاهرات واعتقال الناشطين الذي اختارته السلطة والأحزاب أثبت فشله في ثني المتظاهرين عن مطالبهم ودليل تواصل التظاهرات؟ نعم، هو كل ما قامت القوات القمعية بمحاولة تخويف أبناء تشرين من خلال الاعتقالات ومن خلال القمع وزج الميليشيات واعتقال المتظاهرين ما يدعى بالطرف الثالث وتغييب عدد كبير من المتظاهرين، هذه الأساليب لن تثنينا لأننا أصحاب قضية وأصحاب مبدأ، وما خرجنا إلى ساحات التظاهر لو كنا نخاف من هؤلاء الصعاليك الظئال لجلسنا في بيوتنا ولم نخرج إلى ساحات التظاهر. نحن نتوقع كل شيء، نتوقع الموت ونتوقع التغييب ونتوقع الاعتقال، وهذا هو ثمن الحرية في كل الشعوب ليس في العراق فقط، هناك كثير من الشعوب قدمت شهداء وقدمت جرحى وتضحيات وسجون واعتقالات، لكنها في نهاية المطاف تحققت مطالب هذه الشعوب وبلغت مبتغاها من خلال طرد الأنظمة القمعية وتسليم الحكم إلى أنظمة مدنية، أناس متخصصين في إدارة الدولة ونزيهين وأمناء على بلدهم وأبناء بلدهم وعلى حقوق الناس. في ظل صراع أطراف العملية السياسية الحالية في العراق على نتائج ما يعرف بالانتخابات الماضية، إلى أي مدى يعكس هذا الصراع أهمية ما طرحه المتظاهرون بسلمية في تظاهراتهم والمطالب التي رفعوها عن إسقاط النظام السياسي الحالي وتعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات نزيهة برعاية أممية؟ كانت هذه مطالبنا
قبل 2018 حقيقة، وما حصل في 2018 من تزوير كبير، كانت نسبة الانتخابات ضئيلة جدا، وقد توقعنا بأن التزوير سيحصل وقد حصل فعلا، وتم تزوير الانتخابات ورفع نسبة الانتخابات إلى أكثر من 40%، وهذا ما يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا من الناصرية الناشط كاظم ماجد، حدثنا عبر الهاتف من الناصرية للحديث عن الذكرى الثانية لتظاهرات ثورة تشرين.